مشاهدينا ومشاهدي ناين لايف شبكه انت ان، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده من نهارك سعيد، النهارده الاربعاء 19/3/2014، ويا رب اليوم النهارده يعدي بخير وسلام، لان في تهديدات من الاخوان باحتلال رابعه تاني واقتحام الاتحاديه، وفي اخبار كتير بنسمعها. بس اعتقد ان زي ما الجيش والشرطه قالوا ان هيبقى في تامين كبير جدا النهارده على كل المؤسسات الحكوميه. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا ايمان، ونتمنى ده فعلا هيبتدي على طول بعد المقدمه، وهيكون معانا استعراض للخبر دوت واستعراض لاخبار تانية كتير، وهيكون فيها ضيفتنا الاستاذه الصحفيه امال عويضه. النهارده معانا فقرات كتير زي ما شريف قال، فقره مهمه جدا مبادره يلا يا شمس. سمعنا عن المبادره دي، سمعنا عن الطاقه الشمسيه كتير، وبنتمنى من زمان ان احنا حياتنا تتبدل من الطاقه الكهربائيه للطاقه الشمسيه، بس ده ما حصلش غير يعني بدانا نتكلم فيه بعد ما حسينا فعلا بقيمه الشمس، لان احنا دلوقتي في ازمه للكهرباء. هيكون معانا النهارده استاذ احمد موسى رئيس منتدى يلا يا شمس، الفقره تبقى مع شريف وهنتكلم عن المبادره. كمان من ضمن التوثيق او فكره التوثيق لكل ما حدث في خلال ثلاث سنوات من الثوره الاولى ثم الموجه الثوريه الثانيه واللي في النص بقى كل الحركات وكل التظاهرات وكل الاعتصامات وكل الحكومات اللي جت علينا، كل ده يمكن بيتم تلخيصه في مجموعه من الوثائق، مجموعه من الاخبار، وايضا مجموعه من الافلام التسجيليه. ومن ضمن هذه الافلام هو فيلم بعنوان يتامى يناير، الفيلم يتامى الزعيم، انا اسف، الفيلم دوت من تاليف واخراج المخرج المؤلف السينمائي شفيع شلبي، وهو هيكون معانا النهارده عشان يتكلم على الفيلم دوت اللي تم عرضه مؤخرا لاول مره، وهنعرف عنه ونفهم منه اكتر مين هم يتامى الزعيم. كمان زي كل يوم اربع بيبقى معانا فقره مروريه بيقدمها اللواء احمد عاصم، هيكون ضيفه النهارده اللواء محمد ايمن نائب محافظ القاهره، وهتبقى فقره مفيده جدا يا ريت تتابعوها. من سنتين فقدت مصر وفقد يعني كل الشعب المصري البابا شنودة. البابا شنودة لم يكن فقط مجرد هو يعني شخصية محترمة جدا، طبعا شخصية يكن لها بكل الاحترام، لكن الأهم ان هو كان شخصية حقيقي مختلفة ومميزة جدا، لان طبعا كان معروف ان هو على المستوى الانساني على المستوى الفكري هو شخص مختلف جدا جدا جدا. سنتين عدوا، واعتقد ان احنا النهارده واحنا بنحيي ذكرى البابا شنودة هنعرف ونفهم اكتر جوانب جديدة من شخصيته اللي ميزت هذه الشخصية الكبيرة الدينية الراحلة. دلوقتي زي كل يوم نبدأ فقرتنا فقرة الصحافة، النهارده هيشرفنا في الاستوديو الصحفية امال عويضة، صحفية بجريدة الاهرام، ومتابعة سريعة لاخر اخبار النهارده. يلا بينا.